معايا على الهاتف واحد من اساطير كره القدم المصريه، واحد من افضل المهاجمين على الاطلاق في تاريخ الكره المصريه، الكابتن الكبير كابتن عماد متعب. يا كابتن عماد صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. كريم الاخبار عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مشرفني ومنورني. ربنا يخليك، تسلم، كله كويس الحمد لله. لازم الاول اسمع رايك عن اداء منتخبنا في كاس الامم الافريقيه واللي وصلنا له مع نهايه هذه البطوله. لا يعني حابب اشكر اللعيبه واشكر الجهاز الفني على الاداء وعلى الروح وعلى الشكل ده، دي الروح وده الاداء اللي احنا كنا بنتمناه من منتخب مصر، وده اللي مطلوب من اللعيبه. صح. سواء بقى المنتخب كسب او ما كسبش، مش هنطلب منهم حاجه اكتر من كده. انت بتأدي اللي عليك وبتعمل اللي عليك والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. شرفونا كرجاله، البدايه ما كانتش احسن حاجه، استحملوا ضغط كبير جدا، استحملوا كلام كتير، لكن في الاخر ردوا في الملعب. اتحدوا صعوبات كبيره جدا، ان المنتخب يلعب ثلاث مباريات ورا بعض فيهم اكسترا تايم، منهم ماتشين فيهم ضربات جزاء مع اقوى المنتخبات اللي موجودين في قاره افريقيا. والمباراه النهائيه يلعبوا مع منتخب قوي جدا وفي نفس الوقت يلعبوا اكسترا تايم وضربات جزاء. الناس ممكن ما تكونش فاهمه الضغط العصبي والنفسي بعيد عن الضغط البدني، النفسي والعصبي، فكره ضربات الجزاء بتاخد من اللعيب ازاي. أيوة. واللعيبه كان عندها ثبات كبير جدا جدا. انا بحييهم صراحه، بحييهم وبشكرهم ان هم طمعونا وهم خلونا قاعدين احنا عندنا امل المنتخب يفوز بالبطوله. وان شاء الله ان شاء الله، يعني انا بقول قلتها من شويه وبقولها تاني، يمكن احنا 2010 خسرنا من الجزائر في تصفيات كاس العالم. أيوة. وكسبنا كاس الامم. صح. النهارده الموضوع معكوس. يعني خسرنا من السنغال في نهائي كاس الامم، ان شاء الله ان شاء الله نكسب السنغال نوصل كاس العالم ان شاء الله. لا، وخسرنا في 2017 النهائي وصعدنا كاس العالم 2018. هي بالظبط، هي نفس القصة. طيب انا عايز اسالك تحديدا، وانا كنت مستغل الفرصه دي عشان تبقى موجود معايا، اسالك على مصطفى محمد. رايك ايه في مصطفى محمد في منتخب مصر في هذه البطوله؟ بص، مصطفى عمل مجهود كبير جدا داخل الملعب. يعني كان بيعمل ضغط عالي، بيلعب، بيطلع يلتحم في كرات كتيره. اللي يحسب على مصطفى ان هو ما كانش بيلعب على المرمى كتير. بس هي دي الفكره، يعني هو كمهاجم كان ليه ادوار كتيره، بس الدور الرئيسي ان هو يسدد او يسجل ما كانش ظاهر بالقوه اللي احنا بنتمناها من مصطفى. وده راجع لان اول ثلاث مباريات للمنتخب المنتخب ما كانش بيأدي بشكل جيد. صح. ودي كانت مشكله. خد بالك ان مصطفى يلعب مره على اليمين ومره يلعب مش عارف فين، والمهاجم لما بتعدي مباراه ورا مباراه ورا مباراه ما بيسجلش بيبدا يتوتر، بيبدا يتعصب، بيبدا عايز يثبت ان هو لا انا مهاجم قوي، فبيدور ان هو يسجل هدف. لكن مصطفى كان بيلعب السهل الممتنع، كان لازم ياخد ريسك اكتر من كده. طبعا ظروف اللقاءات اللي بعد كده، انك بتلعب كوت ديفوار وبعد كده بتلعب المغرب وبعد كده بتلعب الكاميرون، المباراه دي ما بيكونش فيها فرص كتير. صحيح. فعلشان كده انا يعني حتى في مباراه السنغال مصطفى الشوط الاول المنتخب كله ما كانش كويس. لما الفرقه اتحسنت في الشوط الثاني مصطفى خرج. هي الفكره كلها ان اوقات المهاجم بيتظلم. صح. لكن صح. في الاخر هو مهاجم قوي، وعندنا كمان محمد شريف كنت اتمنى انه ياخد وقت اطول، لكن خلاص مروان حمدي لعب وحاول لما نزل. على ما اعتقد يعني ان يعني مصطفى زي ما مصطفى بيبقى موجود في الملعب، بس المهاجم هو الوحيد اللي مفيش ايده حاجه. هو لازم اللعيبه هي اللي تمده. ايوه. ولو ده ما حصلش هو مش هيقدر يعمل الفارق بشكل الناس منتظراه، غير لو جات له حاجه فرديه، روح واحد ضد واحد، الحاجات دي كلها سد مسترد 18. لكن المهاجم بيستنى الناس اللي تعمل له عرضيات، يعمل له ثرو باس، الحاجات اللي هي بتبقى من تحت المهاجم، صانعين اللعب. صحيح. رايك ايه في اللي عمله محمد صلاح في هذه البطوله؟ لا، محمد ليه ادوار كتير جدا جدا. محمد صلاح عمل ادوار كتير جدا جدا في البطوله. اولا هو كان بيحمي اللعيبه وبيدافع على اللعيبه بشكل كبير جدا، وده مهم جدا، لان اللعيبه زي ما قلت لك في الفتره الاولانيه كان في نقد في بعضه كان نقد بناء، وفي بعضه كان نقد هدام جدا. صحيح. وكان تدخلات في حاجات مالهاش علاقه بالكوره. صلاح لما في المؤتمر لما طلع اتكلم عن ازاي نقف ورا المنتخب ونفصل بين الانديه وبين المنتخب، وده كان كلام مهم جدا. شفنا دوره داخل الملعب، شفنا صلاح ازاي بيموت نفسه جوه الملعب، وده كان مهم جدا جدا جدا. الروح لما تجيلك من لعيب زي صلاح جوه الملعب، لعيب قيمته التسويقيه وقيمته الفنيه كبيره جدا، واحد على ما اعتقد ان هو الافضل في العالم دلوقتي. صح. وتشوفه بيموت نفسه، انت لما تكون لعيب صغير او لعيب اول مره تشارك في المنتخب هتموت نفسك وتحاول تعمل زيه.
غير ان دوره في الاكسترا تايم ازاي بيهدي اللعيبه، غير في ضربات الجزاء انه زي هو بيقول ان بيسال لعيبه مين هيشوط، يعني كان ليه ادوار بالكلام مع كيروش في ادوار ثانيه، فعلى ما اعتقد دوره مهم جدا وقيمه صلاح دلوقتي خلاص يعني العالم كله عارفها. بالظبط. طيب دي اسئله اسطوره منتخب مصر، اسئله بقى نائب رئيس رابطه الانديه الكابتن عماد متعب. دلوقتي الكلام بعد ما منتخب مصر خرج من كاس الامم الافريقيه وكلنا بندعم منتخب مصر للوصول لكاس العالم، بدات ناس تقول ما ناجل بقى شويه مباريات للاهلي، ناجل شويه مباريات للزمالك، الانديه اللي ليها قوام من لعيب المنتخب بشكل اساسي. الكلام ده وارد؟ ممكن يحصل؟ بص يا كريم، اول حاجه النادي الاهلي عنده كاس العالم للانديه هيلعب بكره، وعنده هيرجع يعني ان شاء الله هيرجع يوم 12 مثلا، ده كاس العالم للانديه. بعد كده النادي الاهلي ونادي الزمالك وبيراميدز والمصري عندهم ثلاث جولات في دوري ابطال افريقيا. صحيح. خلاص خلينا متفقين على ده. صحيح. الدوري هيستكمل لان من مصلحه المدير الفني ان الدوري يستكمل. لان اللعيبه كلها هتبقى بتشارك بتلعب مباريات. هتبقى جاهزه بدنيا، ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا زي ما قلنا وزي ما حضرتك تفضلت قلت، احنا كلنا في ظهر منتخب مصر. صح. كلنا بندعم منتخب مصر، ايه اللي هيطلبه المدير الفني؟ هنقعد نجتمع كرابطه ونوفر له كل سبل الراحه ان الراجل يبقى داخل على مباراتين السنغال منفذ كل اللي هو عايزه. هايل. لكن احنا في الوقت الحالي احنا القصه كلها مكمله عادي جدا، سواء الدوري طبعا دوري ابطال افريقيا مش بتاعتنا ومباراه هتتلعب، لكن الدوري مكملينه لحد ما هو يقول انا عايز معسكر من يوم كذا لكذا، ممكن هو يرتضي ان الدوري يتلعب وياخد المعسكر بتاع الاجنده. صح. هننفذه له، لو طلب حاجه ثانيه هنقعد نجتمع كرابطه، وفي الاخر احنا في ظهر المنتخب، ما اعتقدش ان في حد فينا بيفكر غير كده. اجابه مثاليه بصراحه كابتن عماد، يعني هو في النهايه انت مش هتتطوع انك تاجل مباريات، بس لو كروش طلب هذا اكيد حضرتك واكيد الرابطه كلها في ظهر منتخب مصر زي ما احنا كلنا في ظهر منتخب مصر. اصل انا مش هفكر له يعني المفروض هو اللي يطلب مش انا اللي افكر له، مع انه ممكن انا اجل له مباراه يبقى هو بيضطر. صح. لان في الاخر خد بالك التدريبات غير الماتشات. صحيح. صحيح. التدريب شيء والماتشات شيء ثاني خالص. صحيح. غير كده عندك لعيبه محترفه هي مش هتجيلك غير في الاجنده. صحيح. يعني اللعيبه النني وصلاح وتريزيجيه ومرموش، انا خايف انت حد تاني، يعني دول اللعيبه المحترفه مش هيجوا لك غير في الاجنده. طبعا. غير حجازي، حجازي ما انا قلت النني او حجازي. حجازي دول مش هيجوا غير في الاجنده. طيب فانت يعني هي النقطه كلها هو لو طلب، لكن احنا نبدا لا مش هيحصل. عظيم جدا. طيب دي اسئله نجم منتخب مصر واسئله الرابطه، اسال بقى اسطوره النادي الاهلي الكابتن عماد متعب عن مواجهه بالميراس بكره ان شاء الله، توقعاتك ليها باذن الله. مباراه صعبه طبعا زي ما احنا كلنا عارفين، فريق قوي جدا فريق بالميراس. النادي الاهلي يمكن بياكد المقوله الشهيره ان الاهلي بمن حضر، لعب المباراه الاولى وشفنا الاداء وشفنا الامكانيات وشفنا الروح وشفنا ازاي النادي الاهلي كان بيدور على المكسب رغم كل الصعوبات اللي موجوده ورغم كل الظروف اللي موجوده، والنادي الاهلي بيلعب للمكسب. صح. ما فكرش بقى ان احنا نتعادل، ما فكرش ان احنا نوصل لضربات الجزاء، لا هو كان طريقه وتفكيره هو المكسب داخل 90 دقيقه، والحمد لله قدر يحقق المكسب. موسيماني بحييه بشكل كبير جدا. هي. لانه بيثبت كل شويه ان هو رجل المباريات الكبيره. بيتعامل مع النقاط الكبيره بشكل كبير جدا، والراجل عمل انجازات كبيره جدا مع النادي الاهلي في فتره قليله. فاتمنى ان يعني في نغمه كمان بشويه، في ناس بتتلكك لموسيماني، اتمنى ان دي ما تكونش موجوده، لان الراجل عنده عمل كتير، يعني اثنين دوري ابطال افريقيا وسوبر وثالث كاس عالم للانديه، ويعني انجازات كبيره جدا في وقت قليل جدا. مباراه بكره صعبه، انضم اللعيبه الدوليه. هيعملوا اضافه طبعا، هيبقوا اضافه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان المباراه الاولى شويه الدكه مش بنفس قوه اللعيبه اللي في الملعب. صح صح. فانت على الاقل هتستفيد من ايمن اشرف، ممكن تستفيد من محمد شريف اللي هم ما كانوش بيشاركوا، محمد عبد المنعم طبعا بالظبط تستفيد منه، السوليه وحمدي فتحي طبعا مجهدين جدا لكن ممكن تستفيد بيهم، يعني الفكره كلها سواء هيبدا بلعيبه او هيستدعيهم في الشوط الثاني فهم اضافه كبيره جدا جدا نفسيا ومعنويا للنادي الاهلي وفنيا طبعا. محمد شريف جاهز نفسيا 100% في رايك؟ هو لازم يبقى جاهز نفسيا وياخدها تحدي. ايوه. يعني اوقات ممكن ما يكونش ليك نصيب في حاجه وتروح مكان تاني
ربنا يكرمك ويعوضك، فلازم تفكر في ده، لازم ياخدها بالشكل ده. يعني ممكن محمد شريف ما شاركش في كاس الامم الافريقيه غير وقت قليل، ممكن حصل معاه موقف وده بدايه كل اللعيبه انه ينزل ويخرج ثاني، لكن ممكن ربنا يعوضه انه في مباراه الدور قبل نهائي كاس العالم للانديه هو اللي يسجل ويكسب الاهلي، فيبقى الموضوع راح في حته ثانيه. لازم ياخدها من المنظور ده ومن الناحيه دي، لان الكوره فيها متغيرات كل يوم. الكوره فيها ظروف صعبه كتير، فيها مواقف صعبه كتير. طبعا الموقف بتاع محمد شريف من المواقف الصعبه، لكن في الاخر هو لازم يفهم ان التغييره ما كانش ليها علاقه بالفنيات، كان ليها علاقه بحته ضربات الجزاء. صح. يعني ايا كان بقى نتفق نختلف دي قصه وعدت، لكن محمد شريف مهاجم من افضل المهاجمين اللي موجودين في مصر في الوقت الحالي. اتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمه بكره، اتمنى ان هو يسجل، اتمنى يعني اكتر لعيب اتمنى ان هو يسجل بكره هو محمد شريف، لان الفرحه بالنسبه له هتبقى مضاعفه وهترجع له حاجات كتير قوي. بالتاكيد. واحد من اساطير كره القدم المصريه بكل تاكيد الكابتن الكبير كابتن عماد متعب، انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما بسعد بتواجدك، دايما اسم كبير في تاريخ الكره المصريه، اسم رائع جدا كلاعب، اسم رائع جدا كمحلل كوره، وزي ما انتم سامعين كده واحد مسؤول، يعني اسم رائع كمان كاداري حاليا في رابطه الانديه المصريه، اسم كبير ومحترم، دايما بتشرف بوجوده معايا.